موجز العاشرة صباحا من أونلاين، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير قطاع الكهرباء وتحديثه، وفي لقائه برئيس الوزراء ووزير الكهرباء أشار الرئيس إلى دور قطاع الكهرباء في تلبية احتياجات النمو الاقتصادي. وفي لقاء آخر مع رئيس الوزراء ووزير النقل أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تطوير مختلف وسائل النقل، مشيرا إلى دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، كما وجه بضرورة الانتهاء من المشاريع الخاصة بوسائل النقل سريعا. أعربت مصر عن خالص تعازيها للحكومة الإثيوبية في ضحايا حادث الانهيار الأرضي في مكب النفايات بالقرب من العاصمة أديس أبابا الذي أسفر عن وفاة نحو 50 شخصا. وأكدت الخارجية وقوف مصر حكومة وشعبا مع الحكومة الإثيوبية في هذه المحنة. شن الجيش الليبي غارات جوية على مواقع لميليشيات ما يسمى سرايا الدفاع بمنطقة رأس لانوف. وقال المكتب الإعلامي للجيش الوطني إن القصف أسفر عن تدمير منصة للصواريخ تابعة للميليشيات برأس لانوف. كما أعلن الجيش استهداف عدد من التمركزات للميليشيات على الطرق الرئيسة في منطقة بن جواد. بدأت قبل قليل انتشار الجزء الثاني من تمثال رمسيس الثاني الذي اكتشفته البعثة المصرية الألمانية الأثرية المشتركة والعاملة بالمطرية. هذا وكانت قد نجحت الخميس الماضي في استخراج رأس تمثال رمسيس الثاني وتمثال نصفي لسيتي الأول. مشاهدينا، نتابع الآن على الهواء مباشرة أعمال انتشار الجزء الثاني من تمثال رمسيس الذي اكتشفته البعثة المصرية الألمانية والعاملة بالمطرية. كانت قد نجحت الخميس الماضي من استخراج رأس تمثال رمسيس الثاني وتمثال النصفي لسيتي الأول. مشاهدي الكرام، انتهت جولة العاشرة صباحا اون لايف، ولكن لقاءنا متواصل.